بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بندندن حول آية الإسراء. ربنا يفهمنا وإياكم القرآن ويرزقنا أنوار القرآن وأسرار القرآن. سبحان قلنا لزوال العجب أسرى، سبحان الذي أسرى. ليه عبر بالماضي سبحانه وتعالى؟ خدها كده قاعدة، لما تيجي في القرآن الكريم حديث بالماضي هذا بالنسبة لي ولك مستقبل، وبالنسبة لعلم الله الأزلي ماضي. إزاي؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كل ده بالماضي، كان مزاجها كافورا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لي هنا أسرى بعبده ماضي، ده بالنسبة لي وليك مستقبل، ده لسه جاي. بالنسبة لسيدنا النبي مستقبل لسه جاي، لكنه بالنسبة لعلم الله ماضي. فكل مستقبل بالنسبة للخلق هو ماض بالنسبة للخالق. وبعدين يقول بعبده. ليه ربنا ما قالش بنبيه، برسوله، بحبيبه، بخليله، بصفيه، بنجيه؟ ليه قال بعبده؟ ليه؟ لأن شرف العبودية لا يدانيه شرف. أنا وإنت وكل الخلق خلقوا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى قلب عبده لشرف العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا نجم في السماء، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا. أسرى بعبده ليلا. ليه قال ليلا؟ وجاب ليلا هنا منكرة، ليلا ما قالش بالليل، ليلا. لتظل المعجزة غيبا يؤمن بها كل من أتى بعد النبي ولم يرى النبي. احنا ما شفناش حضرة النبي بعد 1400 سنة، لكن جانا في القرآن ان ربنا أسرى بالنبي وعرج بالنبي وورى النبي وشاف النبي ومعجزات للنبي لنوريه من آياتنا. يبقى احنا آمنا وصدقنا دون أن نرى. دي اسمها عندنا في علم التوحيد السمعيات. علم التوحيد اللي بيدرسه أولادنا في الأزهر في الإعدادي، نقول إعدادي، بندلهم حاجة اسمها الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات ما يتعلق بالله جل وعلا، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله. طيب النبوات ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل. طب السمعيات الأمور الغيبية اللي ما شفناهاش، زي الإسراء والمعراج، عذاب القبر، نعيم القبر، الحشر، النشر، الصراط، الميزان، الحوض، الشفاعة، كل ده حاجات لم نرها لكن آمنا بها وصدقنا لنوريه. يبقى مين اللي ورى النبي؟ الله. ويقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قالش من مسجد مكة لمسجد القدس، لا، من المسجد بألف ولام معرفة. ليه معرفة؟ لأن جميع المساجد في الأرض هي بيوت لله باختيار خلق الله، إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، هي بيوت لله باختيار الله. مسجد الحرام الكعبة اللي وضعه في مكانه، أول من وضع الكعبة في مكانها الملائكة. المسجد الأقصى أيضا بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. والمسجد النبوي اللي هو مسجد سيدنا النبي لما دخل المدينة قال لهم دعوها اتركوها على الناقة فإنها مأمورة، بركة الناقة بنى حضرة النبي المسجد. يبقى ده تشريف وتعظيم للمساجد الثلاثة.
أقسمت بالله ما في الخلق من أحد حوى علاه وما أخطأت في قسمي هل غيره من رأى المولى وخاطبه في حال يقظته لا في رؤى الحلم أسرى به الله إجلالا لرتبته إلى مقامات قرب منه لم ترمي وجاءه الرفرف الأعلى ليرفعه إلى إله له بالبسط متسم فسر بالتحف الغر التي وصلت إليه حين دنا من بارئ النسم وفوق متن بساط الأنس شفاهه بكل سر عن العالين مكتتم. صلوات ربي وسلامه وتحياته وبركاته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هذا يعني ملخص يسير حول آية الإسراء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم أسرار القرآن، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.